شاء الله يعني هذه الأيام ممارسة الصيدلة العديد من الأدوية التي يتم استعمالها بصفة غير شرعية غير مدونة ضمن المؤثرات العقلية رسمية. القانون الجديد سيصنف هذه المؤثرات العقلية بصفة رسمية وستقع تحت طائلة قانون وإجراءات الجزائية للقانون 0418. سيتم أيضا اعتماد جدول رقمي وطني واستحداث الوصفة الإلكترونية المؤمنة. الجدول الوطني للرقمنة سيؤمن مسار المؤثرات العقلية من الوصف من طرف الأطباء مع استحداث آني للوصفة الإلكترونية وصرف هذه الأدوية من طرف الصيادلة، حيث سنحارب بهذه الطريقة وصفات المحاباة والوصفات الصورية.